بداية وانطلاقة المباراة أمامية. هذه الكرة مرسلة، هنا المحاولة التقدم سالم هرش والهدف الأول، الهدف الأول للأحمر يأتي عبر الانطلاقة الأولى في كرة سهلة تماما تسقط، ولكن بالتكتيك رائع جدا عبر الضغط على حارس المرمى وعبر الدفاع، هكذا يستاهل منتخبنا الوطني الانطلاقة الأولى. وبالتالي كانت ضغوطات كبيرة مع استهلالية منتخبنا حذار يا شباب مع الكرة الأولى. أثر بحكم زقات المطر العالية، لكن إلى حد الآن لا أعتقد بأن اللاعب يتأثر. هنا المحاولة، إبراهيم الخيمي يتدخل في اللقطة الماضية وركلة جزاء تشار إليها من جانب الحكم الكويتي. تابع عبد الواسع المطري في تنفيذ الكرة القادمة لصالح المنتخب اليمني، والكرة الأولى وإبراهيم الخيمي لا ينجح في التصدي، والهدف الأول يأتي لعبد الواسع المطري. كرة من اللاعبين القادمين من الخلف، كرة أمامية لصالح المنتخب اليمني أمامية هذه الكرة، هنا المحاولة أمامية تبعد مرة أخرى إلى تلك الحسابات، الأمر بأقدامنا لا بأقدام الآخرين، هنا خرج إبراهيم الخيمي. مرة أخرى من جانب محمود مبروك داخل منطقة الجزاء من جانب المنذر العلوي يروض الكرة الماضية، المحاولة لكن في الاحتراف الخارجي، هنا الكرة والمحاولة والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب اليمني هنا في مفاجأة هذه البطولة في استبسال للمنتخب اليمني، ينجحون في تسجيل الهدف الثاني في كرة بعيدة تماما. انتهى عملية التأكد، كرة والمحاولة التقدم والهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. نعم هكذا يعبر منتخبنا الوطني بأخطاء كارثية من حارس المنتخب اليمني، هكذا نعم نحتفل بهذه الكرة التي عبرت. هنا الكرة، الهدف الثالث بإذن الله للأحمر، بإذن الله للأحمر في الكرة الثالثة هي في المرمى. غريبة وعجيبة. عبر عمان الرياضية وإذاعة الشباب في شوط المباراة الثانية الذي نتمنى أن يكون عمانيا خالصا بإذن الله تعالى. هنا الكرة والمحاولة، الكرة تعود في المرمى، جول جول.
مع مطلع الشوط المباراة الثاني. روح يا الأحمر روح، روح يا الأحمر ورد الروح. الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني. هنا الكرة كانت الانطلاقة، بعد ذلك تأتي الاستفاقة من صلاح اليحيائي، التمريرة وأرسلت العارضة تعيدها، لكن بعد ذلك الصبحي للشباك يعيدها وليريدها وتمر من أجل أن تعبر. ثالث الأهداف لمنتخبنا الوطني، 3-2، 3-2 في كرة مثالية تماما، في كرة مثالية. رفضتنا في الأولى لكننا لم نرفض المحاولة في الثانية، وبالتالي منتخبنا الوطني يعبر والصبحي يسجل أولى أهدافه من خلال هذه البطولة وأولى أهدافه من خلال هذه المباراة. ونتمنى أن يصدره العراق للآخرين. كرة خطيرة على منتخب الوطني، هذه المرة خرج إبراهيم المخيني. أمامية هذه الكرة لصالح منتخبنا الوطني. هنا الكرة والمحاولة، لكن رأسية المنذر العلوي. على التفاؤل ولا ننسى الحذر في مثل هذه الظروف. محاولة لمنتخبنا الوطني، التقدم يأتي. المنذر العلوي تباطى، هنا المحاولة والكرة تضيع، الكرة تضيع. سوى أن النجمية بعد هذا اللقاء، وبالتالي كرة أمامية. محاولة تقدم إبراهيم، الخروج من جانب إبراهيم الخيني. الكرة تبعد، عادت بعد ذلك أمامية هذه الكرة. لاعب المنتخب اليمني، قرار غريب من حكم المباراة، قرار غريب من حكم المباراة. لبيها يا المخيني، لبيها لنا يا المخيني. وحرر مرماك من الهدف الثالث للمنتخب اليمني. كرة ومحاولة للمنتخب اليمني. نعم نعم، المخيني البطل، المخيني البطل ينجح ويعيد منتخبنا الوطني في مباراة استعصت علينا كثيرا، لكن نعم هكذا يصبح البطل الأول.